بصي وشوفي مين اللي هناك ده. سبونج بوب، سيب الفلوس اللي معاك وامشي من سكات، وانا هقول اني ما شفتكش. مستر انكريديبل، انا مش خايف منك. ها وريني هتعمل ايه قدام القنبلة دي. مش ممكن، الناس دي كلها هتموت. لا انا لازم انقذهم حالا. انا لازم انقذكم كلكم، انا لازم انقذكم. هو انت رايح على فين؟ انا راجع البلد. ما تيجي نغني الاغنيه بتاعتي المشهوره؟ القطر جاي اهو خلاص. مستر انكريديبل اتسبب في حادثة كبيرة، كل الناس اتصابت وتعورت فيها. ربنا يسامحك، مناخيري باظت والنضارة اتكسرت، سناني اتكسرت، ربنا يسامحك. تقول ايه مستر انكريديبل مع كل التهم اللي متوجهة لك دي؟ يا جماعة انا مظلوم، انا انقذت الناس كلها، ده كلهم كانوا هيموتوا وانا انقذتهم. لو اتكسروا او حصل لهم اي مضاعفات مش مشكلة، اهم حاجة انهم لسه عايشين. انا بحب الناس كلها والمفروض الناس تشكرني بدل ما تهاجمني. بعد لما سمعنا الشهود وسمعنا مستر انكريديبل، حكمت المحكمة بالسجن 20 سنة لمستر انكريديبل. يا جماعة انا مظلوم، انا مظلوم، اسمعوني ارجوكوا ما تقبضوش عليا وتسجنوني، انا بحبكم صدقوني، انا انقذتكم من الموت. انتوا ازاي؟ انتوا بتفكروا ازاي يا جماعة؟ لا ربنا يسامحك، مناخيري باظت. يا جماعة انا مظلوم، انا مظلوم، اسمعوني ارجوكم ما تقبضوش عليا وتسجنوني، انا بحبكم صدقوني، انا انقذتكم من الموت. انتوا ازاي؟ انتوا بتفكروا ازاي يا جماعه؟ لا لا موقف صعب جدا. هتكتبي ايه يا زيزي فيه؟ احنا محتاجين يبقى عندنا عدل، محتاجين لما نشوف ظلم قدامنا نتكلم ويكون كلامنا كله صدق باللي شفناه. فعلا العدل حاجة مهمة خالص، اما بكلامنا بننقذ ناس من مستقبل مجهول، او بكلامنا بنظلم ناس وبنخلي حقهم وعمرهم بيضيع. اكتبي عندك العدل. هتوحشنا يا مستر انكريديبل، يلا يا زيزو نكمل رحلتنا.
أنا مظلوم، طلعوني من السجن أرجوكم.